رجل أراد أن يعدد الزواج ولكن أهله أنكروا عليه ذلك وحتى الزوجة، فهل يوالي لهم الاهتمام؟ يعمل ما يرى فيه المصلحة لنفسه، والله أباح التعدد إذا قدر على العدل في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، فإن له أن يعدد ولو ما رضي فلان أو فلان، لأن الله رضي هذا له، الله رضي هذا وشرعه، فلا أحد يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.